السلام عليكم. ان شاء الله يكون الهدف من الفيديو ده ديزاين ارشميديان سبيرال انتنا ويز تو الم اتش الم كونسيست اوف 5 تيرنز. هيكون ان شاء الله بالشكل ده. وهيكون الفيديو مقسم لثلاث خطوات. اول خطوة ان شاء الله تصميم سبيرال ليل، بعد كده الخطوة الثانية سبستيت ليل، الخطوة الثالثة إن شاء الله كونكتنج السبيرال ويز كواكسيال كيبل. كرييت بروجكت. نعرف متغيرات نستخدمها في السبيرال لير. thickness of spiral number of turns width of spiral curl knot g to indicate a gap من ماكروس. هنختار كونستراكت كويل بلانر سيركولار سبيرال ريكتانجلر كروس سيكشن. الهايت هتكون في تي، لان الراديوس اصغر ترم هيكون لان الراديوس بتاع هنا هنسميه اللي هو الجي. الويتس قلنا الار نوت نمبر اوف ترنز ان الجاب عشان نقدر نخلي السبيرال الأولى متاحة اللي يمر من خلالها من خلال الجاب اللي بين الترن الأولى والتانية وهكذا، وبينها وبين التانية والتالتة السبيرال التانية الأرم التانية. بالنسبة للزوايا، الزاوية الأولى هتكون متوقفة على هذا الشكل. عارفين ان الزوايا تبقى عندنا بالشكل ده 0 90 180 270. لو محتاجين نخلي اول زاوية يعني اول سبيرال اند ستارت انجل بدأ من 90 وبعدين لفت حتى 270، يعني الفرق بينهم 180، فده اللي هيكون الزاوية التانية 90. مش هنكتب 270، هنكتب 180 الفرق مش الزاوية الموجودة فعليا. اوكي سبيرال انشيت. الارم التانية نفس الموضوع كويل rectangular cross section نفس المتغيرات بس يختلف في الانجل. في الانجل هنا الارم الثانية بادئة من 270 ولفت 180 درجة حتى ما وصلت عندي 90 درجة. يبقى هنكتب ان شاء الله 270 180 مش 90 بالظبط كده. الخطوة التانية موديلنج ننشل سبستريت بريك سب هنخليه متمثل حوالين نقطة راس
وطبعا احنا بادئين هنا في السبيرال من زيرو لتي على محور زد. فهنا السبستيت عشان يكون تحت السبيرال هيبقى من سالب اتش لزيرو. نحتاج نعرف المتغيرات دي. وطبعا نغير السبستريت على حسب المادة اللي هتكون معانا. مثلا نخليها في FR4. كده انشأنا أول خطوتين السبيرال لير والسبستريت. هنحتاج دلوقتي كونكتنج السبيرال بالكواكسيال كيبل. أسهل طريقة لتصميم الكواكسيال كيبل ماكوس كالكوليت اناليتيكال لاين امبيدنس. هنلاقي أول اوبشن اللي هي كواكسيال كيبل. طبعا بناء على داتا شيت الكواكسيال كيبل اللي هنقدر نستخدمها ونقدر نشتريها من باسترناك شركة مشهورة. مثلا نوع زي ده هنقدر ننزل الداتا شيت بتاعته من هنا ونشوف الأبعاد ليه ونسجل هنا. مثلا ولازم يكون ماتشد مع الأنتنة. معظم اللي موجود بيبقى الزد نود بتاعته 50 اوم تقريبا 49 و82. هنعمل بيلد 3D بعد ما خليناه قريب لل 50 اوم. كده الكواكسيال كيبل بتاعنا. نضيف بس تو ارم اوف سبيرال. ونقدر نظبطه ان ترانسليت. عشان نقدر نخليه كونكتنج بالبيك لاير من السبستريت. بعد ما حركناه بالشكل ده كله متوصل بالسبستريت، لكن المفروض نخلي الانر كوندكتور متوصل بالبيك نفسه بيك لاير. فهندخل في الانر ريدياس وهنزود في الزد ماكسيمم thickness of substrate layer and the spiral layer اللي هي كانت H plus T. اوكي بالشكل ده وصلنا ارم واحدة
بالانر راديوس في انر كوندكتور واحد نقدر نوصله ب 1 ار. لازم نعمل انر كوندكتور تاني عشان نقدر نوصله بالارم التاني. نقدر نعمل ترانسليت اوكي. تقريبا بالشكل ده بتوصله ال 2 inner conductor توصله ب 2 R، وفي نفس الوقت متوصلين ال inner conductor الطبيعي في مكانه والبناية التانية ال inner conductor التانية متوصلة بال outer conductor لأنه هيكون بين من واحد بناية بين من الأربعة الأخرى دول. وهنغير الـ outer dielectric يبقى موجود زي الـ data sheet ده موجود كان تفلون. لو الـ epsilon ليه كان 2-1 كده. لسه آخر خطوة هنحدد هنعمل بيك فيس عشان نوصل ويف جايد بولت عشان نقدر نعمل سيميليشن. هنختار بيك فيس التفلون ويف جايد بولت اوكي سيت اب سولفر بالشكل ده. صممنا الكواكسيال كيبل والسبيرال انتنا اللي من مميزاتها بتكون الترا وايد باند، واحيانا بتساعد في كنت تكون الاكسل ريشيو ليها اقل، بتوصل لاقل من 3 دي بي يعني قريبه للزيوز كل ما تكون افضل، وبتساعد في السيركل بوزيشن لما يكون الاكسل ريشيو اقل من 3 دي بي. شكرا.